القناع بعد ثورة 17 فبراير، التشويه ثورة 17 فبراير، لأن فيها حفتة وحفتة النظام السابق، احنا مبوح مهما كان. كان يحارب شاد، كان يقتل الناس الفقراء التعبانين، وتو ردوه هنا لا بأس، شنو معلش كان هو. والله لأن أنا أرى فيه شخصيا كرأيي الشخصي أن ثورة مضادة مش حرب على الدواعش. لا نراها ثورة مضادة، لو كانت حرب على الدواعش لكان الحرب يحارب الدواعش في سر، ولكن يحارب أهل الشرق في بنغازي ودرنا بحجة دحر الإرهاب، ولكن هو لا يحارب الإرهاب، هي ثورة مضادة. أول شيء حفتر مشكوك فيه موضوع، لو من أول شيء لو أنه يحارب في الدواعش علاش ما يحاربش في الدواعش اللي في سرت؟ موضوعة من ناحية أنه يبني جيش ما نظنش، ما يبيش يبني جيش.